أربع مواد طبيعية ممكن تستخدموها أفضل شيء لخسارة الوزن. أول شيء الكمون، الشومر اللي هو الحبة الحلوة أو الشمر، والكمون بنعرفه كبهارات. وبعدين في عنا اليانسون ابن عمه للشومر، وفي عنا السمغ العربي أو اللبان الذكر أو السمغ البسويليا أو السمغ العماني أو السمغ بمختلف أنواعه، كله جيد. هذه الأربع مكونات الشومر والكمون واليانسون والسمغ العربي ممكن أخذها كاستين شاي صباحا ومساء، ممكن أخذها كزيوت خليط مع بعض هذه المكونات ودهنها على منطقة البطن ومنطقة الكرش والمناطق الجلدية، لأنها حتشيل وتساعد في إزالة السيلولايت وتسرع في حرك الشحوم البيضاء وتحويلها لشحوم بنية اللي تعطينا طاقة لحركها، ويكون عملية سهل حركها في مناطق الأحشاء. فالدهن وضع شيء دافي حوالين البطن في فترة الليل، هذا سيساعد كتير في التخلص من السيلولايت ومن الكرش بهذه الزيوت لهذه الأعشاب اللي بنأخذها. زي ما حكينا، يا أكل شرب مرتين في اليوم، وهذا بيخلصنا من الغازات، بيخلصنا من الانتفاخات، بنمي أو بطور من عمل البكتيريا الجيدة اللي هي إلها جزء فعال في عملية خسارة الوزن وخسارة الشحوم، عدا إنها آمنة للكلى لأن فيها بوتاسيوم كتير اللي بتخفف من الضغط على الكلى في حال خسرنا وزن، محفزة للكبد، هاي الأربع أعشاب بحيث إفراز عصارة مرارية أكثر، يعني جيدة وصحية وهي وصفة لتشحمات الكبد. القلب مريحة لإله وآمن لأنه هاي الوصفة وهاي المكونات الشومر والثبت واليانسون ولبان الذكر حيخففوا من الكوليسترول السيء، اللو دينسيتي كوليسترول، هذا اللي بيعمل عملية الالتهابات وعملية التسكيرات في الشرايين، وبيساعد على تخفيف ضغط الدم أو انتظام عملية ضغط الدم بسبب المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز اللي موجودة في كل هذه الأعشاب. فآمن للقلب، كمان مريح من ناحية عصبية، يعني ما بيعمل على عملية الاسترخاء أعشاب الشومر واللبان الذكر، يعني بحسنوا من السيروتونين، فما بيكون خسارة الوزن مع ضغط عصبي وضغط إنه حنوقف عن أكل الكثير من الأمور. هذه وصفة من الوصفات استخدموها، وحنحكي عن وصفات تانية إن شاء الله، وحنعمل برنامج 3 شهور متكامل لخسارة الوزن وخسارة الكرش للاهتمام بصحة القلب وصحة الدماغ وصحة المفاصل وألام الظهر. لازم نخفف من الوزن، بس بدنا عملية متابعة يومية، وشو شغلات اللي بتنفع واللي ما بتنفع واللي بتضر واللي ما بدنا نعمل شيء مش صحي وممكن يجيب نتائج عكسية بالنسبة لصحتنا بشكل آمن، بس بده صرامة وبده متابعة. إذا مستعدين حياكم الله، حنراكم قريبا، تحياتي.